نذكر الفن التشكيلي المعاصر حيث يستخدم الفنان تقنيات حديثة وجديدة للخروج عن المألوف لإيصال فكرة معينة. لا يمكننا إلا أن نذكر أعمال الفنان التشكيلي ذي الأصول المختلطة بين الإنجليزية والألمانية روبرت روشنبرغ، الذي ارتبط اسمه بالمغامرة الفنية الجريئة والتجديد المستمر، فانفرد بأسلوبية خاصة وحيوية طاغية. شعاره ردم الفجوة بين الفن والحياة. أنجز أعمالا تعبيرية ومجسمات مركبة وأعمال حفر وطباعة على الحرير وتشكيلات حرة. ومن أهم أعماله ثلاثية الأبعاد، مجسم تيس بقرنين طويلين. ومع غرابة هذا المجسم فإنه يأخذ أهميته من إيحائه بالقيود المماثلة لدى البشر. هذه الابتكارات الساخرة ارتبطت بكثير من أعمال روشنبرغ. صحيح أنه توفي عام 2008، ولكن فعليا مدرسته أثرت في كثير من أعمال الفنانين التشكيليين في العالم. وفي لبنان خلال تجوالنا في معارض بيروت وتحديدا في كيو جاليري، رأينا عمل الفنان التشكيلي اللبناني محمد الرواس، الذي مزج في عمله الأخير بين التقنيات المختلفة من جهة والفكر الإيديولوجي من جهة أخرى، للتسليط على أخطاء الماضي من خلال استخدام التجديد. هذا الفيديو بضمن هذه القطعة والكرسي كمان، بس للدليل أنه هي اسمها القطعة اجلس من فضلك، وهي كمان مساج للإنسان العربي أنه يقعد ويشيل عن كتافه وما ينهم ومع طول هيك يحصر حاله ما يقدر يطلع. فجاء عمله اجلس من فضلك عبارة عن سلسلة من 6 لوحات تحمل الشكل عينه ووجه فتاة ملونا، ثم الوجه والجسم مصغرا بالأسود والأبيض، بحيث أن الأجزاء المحرمة من جسد المرأة مغطاة، والكرسي الخشبي التقليدي، كلها مكررة في اللوحات الست. إنما الفرق الوحيد بينها هو تضمن كل لوحة كلمتين من كلمات بيت شعر أبو نواس الاثني عشر: كل من يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس. وينتصف اللوحات فيديو يعرض شريطا لشخصيات مختلفة الانتماء شكلا ومضمونا، يردد كل منهم شعر أبو نواس. والفتاة على العكاز إشارة إلى إعاقة التخلف، وهي صاحبة الوجه في اللوحات، وثمة فتاة محجبة وشخصيات أخرى. أما الكرسي الشعبي فهو رمز إلى روابط التراث والجلوس، بمعنى آخر الجلوس يعني خفف عن نفسك وعن كاهلك ثقل التراث وتطلع إلى ما تقوم به أنت. واستخدم الفيديو ليوحي كم نشتر الماضي. والوحيد بين الأشكال والألوان من صنع اليد هو خط بيت الشعر، أما ما تبقى فهو تركيب اعتمد تقنية الرقميات لإخراج الفكرة، وقد ذكرنا فعلا بأعمال روشنبرغ المعاصرة. بالنسبة إلى محمد الرواس فأن حرية الفرد تكون بإنجازاته الفردية والشخصية، وأن ما في عالمنا العربي غالبا ما يكون الفرد منتسبا إلى مجموعة ما مع انتماء إلى الماضي. وقد بنى عمله على قصيدة لأبو نواس، لأنه يشير إلى أن الشاعر العباسي بعد مرور مئات السنين واندثار حضارة البدو الرحل يبني قصيدته بالوقوف على الأطلال، وهذا يدل على جمود في العقل والتفكير. دارين شاهين، قناة الجديدة.